بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. انت وانتي اللي راك خايف ما تنجحش، ولا خايفة ما تجيبيش المعدل اللي تحوسي عليه. انت اللي مازال ما بديش تحضر، انتي اللي جبتي معدل ما هوش مرتفع هذا الفصل. نقول لك مازال كاين الامل، ومازال كاين الوقت باش المعدل تاعك يرتفع، والعزيمه تاعك تزيد، والاراده تاعك ترتفع. مازال الحلم تاعك راه يستنى فيك، مازال المستقبل تاعك ينتظر فيك، الا اياك وتضيع الوقت، اياك والفشل، اياك والديكوطاج ما قدرتش نقرا. زرعي في نفسك وزرع في نفسك باللي انت قادر، انت قادرة باش حقي الشيء اللي حلمتي به وانت صغيرة. اياك وتعاند اصحابك ولا تعاندي صحاباتك ويقول لك راه فاتنا الوقت، مازال كاين الوقت بزاف، ومازال عندكم إرادة كبيرة وقدرة كبيرة اللي توصلكم باش تحققوا الحلم. غير شوية كوراج وشوية تنظيم الوقت وشوية قراية، وتأكدوا باللي يتحقق الحلم مهما كانت الصعوبة نتاعه. شدوا في ربي، ثم كن راسك وقلمك وما السلاح تاعك باش تحقق وتفوز في معركة اللي تخليك تحمل تاج وتحمل الكأس، كأس النجاح والفرح إن شاء الله، والختام تاعها يكون دموع الفرح وما أحلاها مع الوالدين والأصدقاء والأحباء وكل من نحب، كونترا لمن نكره اللي ما يحبوناش النجاح ويستناو خسارة نتاعنا. على بالي وليدي وعلى بالي بنتي باللي انتم له شاطرين وشاطرات باللي تحملوا المشعل بإذن الله. الأخير ولادي وبناتي، لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على رحمة الطاهرة. انت وانتي لكم ناجحين للزوج. سلام.